على حسب العقد. وده قودنا للتعامل المختلف مع الكتابة. كنت أول مرة أعمل رومانس في السودان كهواية، يعني الساحة لو بتاعتي تماما إنه مش في حياتي، إنه الميشن في الحياة دي إنه أكون كاتب يعني. لكن الظروف الكثيرة اللي كلنا بنعرفها، ما في كتابة، ما في عوالم اللي ممكن تأكل عيش يعني. في استراليا اللي جدا متاح بعد مدة قصيرة من وصولي، لأنه في شركة تعاقدت على أساس تشتري مسرحية، والشركة في دولة رأسمالية بتبقى على الرأسمال بالفنون، دي حتفضح لها حمل في تلاميذ كيف هو كيف المبدع يقدر ينتج كتابته في ظل مجتمع الرأسمالي عنده شروطه للعمل الفني، أو عنده تسليره لو بالأصح نقول بالعمل مع الفنون كسلعة يعني. تم التعامل، وخلال 6 شهور كان يفترض يسلم المسدة الأولى اللي هي في بداية 2008. سلمت المسدة الأولى، كتبت مسرحية تقريبا الزمن بتاعي إلى 2:30 تحت عنوان ابن الشمس. الخطوة الأولى في تطوير المسرحية تمت زي ما بنعرف في السودان بنسميها جرايت الترابيزة. جه مجموعة من ممثلين محترفين وقرروا المسرحية، ومجموعة آخر من المهتمين، وفي نهاية القرار كان بيقولوا الفيدباك بتاعتهم، وبيسألوني باستمرار عن أشياء كثيرة. كل الأشياء اللي بيسألوا منها كانت مرتبطة بمرجعية بعض النصوص، ومرجعية كيفية تشكيل الصور والمشاهد، عن الكلام عن المسرح الأفريقي. أنا اشتغلت كل المسرحية بخبراتي ككاتب أفريقي، واستلهمت كل التراث الأفريقي في الكتابة المسرحية، ولم استخدم الجوانب الغربية في الكتابة المسرحية. تمت الورشة الأولى، بعدها على حسب التعارف يفترض أكتب النص مرة ثانية ويف الملاحظات اللي قالوها، وقال الدراماتور والمخرج برضه كجايد لاين للمسودة الثانية. في منتصف العام 2008 تمت كتابة المسودة الثانية. في استراليا في واحدة من أهم الورش اللي بتتم على مستوى استراليا لتطوير المسرح، بتتم سنويا بيساهم بها اتحاد الكتاب المسرحيين باستراليا، وبيختاروا 6 مسرحيات من كل استراليا انها تجي تعمل ورشه لمده 3 اسابيع مع مخرجين ومعلمين مميزين ومعروفين على مستوى استراليا ككل. كنت سعيد الحظ انه تم اختيار مسرحيه ابن الشمس ضمن 6 مسرحيات لتطوير المسرح في مدينه كامبرا، والتقيت بمجموعة الممثلين المنجدين والمخرجين والمعدين في ورشة امتدت ل3 أسابيع، ودي كانت غرزة في تطور الناس بالنسبة لي. خلال الورشة تمت كتابة المسرحية مرة ثانية، وبعد الورشة أيضا تمت كتابتها مرة أخرى. أيضا الورشة من خلال التداول بتاعها بترشح كاتب انه ياخذ جائزه التفرغ لمده 6 شهور للكتابه. ايضا كنت محظوظ في نفس العام ده انه اخذ الجائزه بتاعه التفرغ للكتابه لمده 6 شهور، ودي ساهمت بشكل عالي انه انا اقدر اجوي النص بتاع ابن الشمس. في بدايه 2009 على حسب التعاود افترض اقدم النسخه بشكل نهائيا، وقد كان قدمت النسخة اللي أنا كنت راضي عنها. فوجئت بالمخرج بيقول لي الاسم بتاع ذا سن اوف ذا سن شو مشاكل يعني. المشاكل شنو؟ معظم التسويق الأول بيتم بالتليفون عندهم يعني. المسؤولة من التسويق قاعد تجد صعوبة لما تقول ذا سن اوف ذا سن
الناس اللي بيسمعوه ما بيعرفوا الصنة الأولى دي بالأو ولا باليوف، وبيقوموا بيزعلوها باستمرار بالسؤال ده. يبقى عمليا في كل مكالمة هم بيخسروا 70 ثانية، ويبقى شروطها بتاعت التسجيل 70 ثانية في استيضاح الدي يو ولا او، دي يو ولا او، ولما حسبوها على مستوى الثلاث شهور اللي بعدها كانت كثيره يعني على ضوضاء، قالوا له بد من تغيير الاسم. انا بصراحه كان عاجبني الاسم اللي ضاع الشاعر ده، كان عاجبني جدا الاسم بشكله ده. لكن بجيب بين خيارين، انا كان عندي حق انه ارفض، وده من الشروط اللي ممكن تلقى العقد كله يعني، وبين انه اقبل اقتراحاتهم واستمر الانتاج المسرحية. بالنسبه لي كانت المزال اكبر من في بعدها الشخص يعني، باعتبار مسرحيه الساحر الافريقي لاحقا كانت اول مسرحيه لكاتب سوداني افريقي الناطق باللغه العربيه تمثل بشكل محترف كمان استراليا. ده واحد من الاسباب اللي خلتني من غير تردد اقول لهم اوكي، لكن خلونا نقترح اسماء اخرى. بقول لك خلاص انت اقترح، نحن نفس الحاجه اللي ذكرت نفسك ادينا له يعني، انت اقترح ونحن نقترح، ومشوا خطوه اكثر عمليه. تبدا من المراحل الاخيره للدكتور المسرحي يفترض تتم معرفيه المستهدفه، واختار واحدة من المدارس عشان فكرة التبديل الأكثر، اختاروا المدرسة اللي فيها أطفالي كمان، ودي عاطفيا أنا ربطتني بشكل أكبر تجاه المصر المسائي. أنا اخترت 10 أسماء وهم اختاروا 10 أسماء، عملوا استبيان وطرحوه للأطفال في المدرسة الابتدائية. الأطفال اختاروا ما ربوا عليهم آبائهم في نظرتهم للأفريق يعني، اختاروا اسم الساحر الأفريق. الاسم بالنسبة لي كليشيه، وراه كل الهز والتركة بتاعة الرجل الأبيض، هو بنظر لأي زوج جاي من مجاهد أفريقيا هو مرتبط بالسحر الساحر. في داخل المسرحية في شخصية الساحر، لكن بالنسبة لي ما كان مرضي، لكن الأسباب ذكرتها هو فكر انه المسرحيه تتم تحت الاسم ده. الشيء الثاني اللي واجهت به كان اصعب من الاسم يعني. المخرج يبدو هو كان بيختبر في مقدراته كل الفكره دي. قال لي احنا بنعرض للمدارس بتاعت الاطفال بشكل خاص، ومدارس الاطفال المسرحيه فقط تكون ما تتجاوز ال 55 دقيقه. انا كتبت ساعه ونص. دارين نكتبهم تختصر لنا المسرحية ل 55 دقيقة في العقد. أنا كنت منتبه لكلام 55 دقيقة، دائما مش في العقود في كلام بيتكتب بحروف صغيرة كده، ده كان واحد منهم أنا ما كنت منتبه له يعني. ما عدا أنا كنت كاتب المسرحية زي ما قلت بطريقة المسرح الأفريقي اللي هي في بلوك واحد، وبعدين في سبورت ستوريز بتكون في نفس الوقت بتحدث يعني. قال لي لو جديدت خلصت من القصص الجانبيه بتكون افضل، وركز على الخط الاساسي. قلت له طيب ما تكلمني من البدايه، ده كان اسهل، كان سهل كثير، ده ما محتاج مجهود كبير يعني، تشتغل في خط واحد يعني. بدل الطريقه بتاعتنا الافكاريه كان اكثر غنى واكثر تسامح على حسب وجهه نظري. عموما خلال شهر قدرت اشتغلت لهم الشغل اللي هم دارينه، و جهزوا نص للعرض في بدايه 2010. في بدايه 2010 وانا داخل للشركه، موظفه التسويق لقيتها بتنجز من الفرح كده، ونادتني من الباب قلت لي تعال شوف في الكمبيوتر ده في شنو. انت لقيت في رسوم بيانيه ما فهمت منها حاجه، الدهشه انتقلت لي منها ليا انا ما فاهم ليش. قلت لي لو انت للخط الاخير ده بتلقى ده
التسويق في شهر، المعدل بتاع التسويق في شهر واحد للشركة دي 7 سنة، إنه ده أعلى معدل تم للمسرحية من 7 سنة عندهم. بل أكثر من ذلك، في شهر مارس كان نفذ التذاكر بتاع الساحر الأفريقي. أكثر من ده عادة هم الموسم المسرح بتاعهم بيستمر ل3 أسابيع في مسرح، المسرح بتاعهم في وسط المدينة، وبعد ذلك بينتقلوا في تور حول الولاية لمدة 6 أسابيع. مسرحية من الشمس طافت لمدة 3 شهور. يبدو يسيون الساحر الأفريقي ده كان جاب جزء من إرثنا، وكان ساحر فعلا بالنسبة لهم. أكثر من كده، مسرحية ابن الشمس وساحرة الأفريقي سهل خطوتين في 2011، اللي جابين دعوة من جامعة نيويورك للمشاركة بتقديم تجربة كتابة المسرح، كتابة الساحر الأفريقي، وتقديمه في استراليا. سافرنا أنا والمخرج جيرمي رايس وقدمنا تجربتنا للكونفرنس في جامعة نيويورك. تم العرض وكان ناجح بنجاح عالي جدا. بعد ذلك العرض ساهم امتد خطوتي اكثر من قارن خارج استراليا. انا ححاول اختم بتجربه خضناها انا والصديق عبد المنعم ابراهيم او عبد المنعم شوف في عام 91. انا كتبت نص مسرحي اسمه اموات او اكفان. النص المسرحي كان هو كبرار في عام 91، انه عالمنا حيكون شكل شنو بعد 10 سنة من التاريخ ده. الفكرة بسيطة جدا، الفكرة كان بتركز على الاحتكارات والشركات العالمية وعلاقتها بدول العالم التالي، كيف هي مؤثرة في حياة الناس البسطة هناك يعني. الحدوتة أو الحقوة اللي تحتمل على المسرحية، 3 صيادين بيصطادوا في النيل الأزرق اكتشفوا في يوم ما إنه في شركات كبيرة جدا جاءت وانتشرت أي كائن حي في النيل الأزرق، وهم بحاولوا يصطادوا في سمكة صغيرة جدا أقل من حجم الأصبع الصغير، فلتت من شباكه وبدأوا يصارعوا على مثلياتها يعني. دي الحدوتة بتاعت الفكرة. عبد المنعم ابراهيم كان عنده الوقت ده مجموعة شوف بلد، والنص يبدو لقى هو عنده من الزمن ده. أنا وفاء للفكرة دي كان في مبادرة المسرح في غرب أستراليا برضه بتأملات تنافس من كل غرب أستراليا، أو اختاروا 3 نصوص للتطوير. وأنا كان قدمت أكفان أموات أو أكفان للتنافس، وكنت محظوظ إني أكون ضمن 3 اللي أخذوا الجراند. تمكنت إنه عبد المنعم بمقدراته الفذة إنه يكون ضمن الورشة، يكون هو المخرج للورشة المسرحية. أيضا الصديق الموسيقي عاصم الطيب هو في مدينة أخرى في أستراليا، تمكنت إنه يكون ضمن الورشة، وكان في 6 من المسرحيين في غرب أستراليا، 6 من الممثلين وفيديو أرتست وكوريوغرافر ودراماتور. دي كل الناس اللي كانت بتقوم منها الورشة لمدة 3 أسابيع. بالنسبة لي الفكرة كانت عبد المنعم يجي يشارك، كان جزء من الأحلام، أحلام التشريك للفنانين المهجر، كيف يهدم المسافة بشكل أو بآخر ويقدر يساهموا في أعمال في تطوير أعمال بعض. الفكرة كانت في البداية أشبه بحلم، لكن لما نجح الجراند كانت بقت واقع. منعم بخلفيتنا المشتركة قدر يساهم مساهمات عالية جدا خلال الورشة اللي امتدت إلى 3 أسابيع
في تطوير النص من أجله إلى حالة سودانية خاصة هي امتداداته الثانية. خلال الثلاثة أسابيع تمت كتابة النص ثلاث مرات في نهاية كل أسبوع من الورشة كان يتم إعادة الكتابة المسرحية، بل أكثر من ذلك بعد الورشة انتهت أنا عدت كتابة النص مرتين وتمت إضافة شخوص أخرى للنص وفق النقاشات والمجهود العالي جنبه منعم والفنانين الآخرين في تطوير النص للثلاثة أسابيع السابقة. قبل ما منعم يتكلم أنا حابب أعرض خمس دقائق من نتائج الورشة.